عند وقوع حدث ما، لا شيء أسرع من هاتف ذكي يؤرخ للحظة بالصوت والصورة وينقلها على عجل جمهور واسع متعطش دوما للأخبار العاجلة. أنا عدنان شوشي، سأكون معكم يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من أبريل على الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة في نافذة تفاعلية مباشرة عبر تطبيق زوم وبث حي على صفحتي فيسبوك التعليم الإلكتروني ومعهد الجزيرة للإعلام. انتظرونا في ويبينار صحافة المباراة.